السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أحبتي في الله، فإن الله عز وجل قد أنزل كتابه منجما بواسطة جبريل عليه السلام، أكرمنا بخير كتاب أنزل على خير رسول أرسل، ثم اختار لذلك عبادا له واصطفاهم واجتباهم وانتقاهم واختارهم من بين عباده ليكونوا ممثلين. انتقاه الله عز وجل فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله عز وجل انتقى عبادا له ليحفظوا كتابه، وهذه منة عظيمة ينبغي على كل طالب قرآن أن يحمد الله عز وجل عليه. لماذا؟ لأنه اختاره من بين صفوته، حملة القرآن حملة راية الإسلام، حملة القرآن أهل الله وخاصته، حملة القرآن أهل الله وخاصته. فإذا علمت أنك من أهل الله وخاصته وجب عليك يقينا أن تعلم عظم هذا الكتاب. ولكي تعلم عظم هذا الكتاب كان لزاما عليك أن تعلم عظم المنزل سبحانه، إنه الله عز وجل. الله اسم الكمال والجمال والجلال، الاسم الذي إذا ذكر في قليل كثره، الاسم الذي إذا ذكر عند هم فرجه، الاسم الذي تستمطر به الرحمات وتقال به العثرات، الاسم الذي من أجله وبأمره قامت الأرض والسماوات سبحانه عز وجل. فإذا علمت عظم الله عز وجل تعلم عظمة كتاب الله. كتاب الله كنز ليس يفنى، وشمس لا تغيب لها ضياء، فاظفر به تكن تقيا، واسأله من الهداية ما تشاء. من الآداب الإسلامية أن الإنسان إذا تثاءب يضع يده في فمه، هذه من الآداب الإسلامية. فقط ننبه بعضنا البعض، ماشي مشكلة. من الآداب الإسلامية أن الإنسان إذا تثاءب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يدافع، لأن الشيطان أتى. واضح. هذه كذلك من آداب آداب المسلم ككل، مسلم ككل، ولكن حامل القرآن ينبغي عليه أن يكون سباقا، أن يكون سباقا. كتاب الله في صدره، كتاب الله في صدره. وقفنا في الدرس السابق عند ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم حملة القرآن في شتى الميادين، بل كان بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم يقدمهم حتى في اللحد، حتى في الدفن، في الجنائز. إذا التقت جنازتان أو أكثر يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن فيقدمه. الله، ما أعظمه من شرف، ما أعظمه من شرف. ثم اعلم أخي المسلم أن كتاب الله ينسب إليك، فيقال حافظ لكتاب الله، حامل لكتاب الله. فإذا اقترن كتاب الله وهو الوحي بشخصك فاعلم أن لك قدر عند الله. كتاب الله ينسب طالب القرآن، حافظ القرآن، حامل كتاب الله.
فما أعظمه من شرف. وكما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم القراء، أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه كانوا القراء، كان يقدمهم على غيره. سنذكر بإذن الله تبارك وتعالى الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم، وقد شرعنا في هذا الباب وتوقفنا بسبب ضيق الوقت. يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنه سابق الذكر يبينان عظم أهل القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيا من تعلم القرآن بشراك، ويا من تتعلم القرآن بشراك، فإنكم من خيرة الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا يقتصر فقط على التعلم، فإذا أكرمه الله عز وجل بالقرآن وحافظه على أتم وجه ينبغي عليه أن يؤديه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. معنى هذا الحديث أن الله عز وجل، حديث قدسي هذا، يقول: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني من تعظيم الله عز وجل إكرام المسن المسلم للشيبة وحامل القرآن. ولكن ما هو نوع من القرآن؟ غير الغالي فيه وغير الجافي عنه. ما معنى الغالي فيه؟ وقد شرحناها سلفا. ما معنى الجافي عنه؟ البعيد عنه. ما معناتها متكبر المتعارف غالي فيه؟ ما معنى غالي فيه؟ غرور الشكل، غرور. لا لا، الغلو بمعنى التشدد والتنطع والتزمت، التشدد والتنطع والتزمت. والجافي عنه يعني البعيد عنه. كاين اللي يحفظ القرآن وليس له من ذلك إلا الإثم، حامل لكتاب الله. أما إذا نظرت إلى حياته فلا يرى عليه أثر القرآن، ولا يرى عليه أخلاق، ولا ترى عليه أخلاق القرآن. والله المستعان. حديث ثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحق. يا الله. وثبت في الصحيحين أنه قال:
صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. ما معنى فهو في ذمة الله؟ في معية الله. أين نحن من صلاة الفجر؟ حامل القرآن أول من يقوم إلى صلاة الفجر، لأنه يقرأ قول الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويقرأ قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يحفظ هذه الآيات، ولكن أين هي في عمله؟ حينما تجد أن الذين يقومون لصلاة الفجر ربما يحفظون سورة أو سورتين، ولكنهم ورغم كبر سنهم الغالب